السلام عليكم ومرحبا بكم خاوتي واخواتي في هذا الفيديو الجديد. كما عودناكم اليوم جبناكم اهم اخبار الجزائر، وفي الاخبار عدنا الجزائر غاضبة وتنسحب من اتحاد العرب. في الاخبار ايضا ارتفاع صادرات الجزائر من الحديدة وارقام جديدة. واخيرا في الاخبار عودة الحديث عن ازمة الجزائر وفرنسا وقد يتفاقم الوضع. هذه هي ابرز عناوين اخبار الجزائر اليوم. ما نبقى معنا حتى الآخر أعزائي المشاهدين باش تعرفوا قاع تفاصيل هذه الأخبار. أيضا قبل ما نبدأ هذا الفيديو ما تنسوش أرجوكم تضغطوا على زر الإعجاب. كالعادة خلونا نحاول نوصل الفيديو هذا 1000 لايك، هذا راح يدعمنا بزاف وشكرا جزيلا لكم. في الخبر الأول ارتفاع صادرات الجزائر من الحديد والجزائر تسجل أرقاما جديدة. حيث أشرف وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الخميس بمقر الوزارة على لقاء ضم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في صناعة الصلب والتعدين في الجزائر في إطار سياسة تطوير وتنمية شعبة صناعة الصلب والتعدين في الجزائر. وحسب بيان الوزارة فإن اللقاء يهدف، الذي حضره حوالي 40 متعاملا اقتصاديا من القطاعين العموميين والخاصين ينشطون في مختلف فروع صناعة الصلب والتعدين، إلى تنظيم أمثل لهذه الشعبة وتطويرها لتتماشى وتحديات القطاع الصناعي برفع نسبة مساهمة في الناتج الداخلي الخام واستغلال فرص متاحة حاليا للولوج للأسواق الدولية بأسعار تنافسية. وأبرز زغدار المقومات التي تمتلكها الجزائر من ثروات طبيعية وهياكل صناعية لتكون من البلدان الرائدة في صناعات الحديد والتعدين إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل، مشيرا إلى أهمية هذه الشعبة الاستراتيجية الممولة والدافعة للقطاعات الصناعية والاقتصادية الأخرى. وأكد الوزير على دور هذه الشعبة ذات القيمة المضافة الهامة في رفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة. وقد عرفت صناعة الحديد والصلب في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا يضيف الوزير، حيث ارتفعت صادرات الجزائر من المواد الحديدية إلى ما بين 927 مليون دولار في 2021 مقابل 11 مليون دولار فقط في 2017، فيما تراجعت وارداتها السنة الماضية إلى حوالي 3 مليار دولار مقابل أكثر من 6.3 مليار دولار في 2017، وذلك بعد دخول عدة استثمارات هيكلية في هذا الصناعة المرحلية للإنتاج. ولمواصلة هذه الديناميكية شدد زغدار على ضرورة استرجاع القيمة المضافة المستوردة من خلال استغلال كل الإمكانيات الطبيعية والصناعية البشرية للتخلص من تبعية هذه الشعبة للمدخلات المستوردة، خاصة بعد دخول مشروع غاز جبلات مرحلة الإنتاج، وهو ما سيغني صناعة الجزائر عن استيراد خام الحديد مستقبلا. وأضاف بيان الوزارة أنه لتحقيق الأهداف المنتظرة من هذه الشعبة والمتعلقة أساسا برفع الإنتاج الوطني تعويض الواردات ودخول الأسواق الخارجية، أسدى الوزير تعليمات لتنظيمها في مجموعة مهنية تفاعلية تتضمن مجموعات جزئية مترابطة ومتكاملة لكل فرع من فروع هذه الصناعات، الألمنيوم، الفولاذ والصلب، النحاس إلى آخره، تكون قوة اقتراح وتسمح بمرافقة أفضل من طرف السلطات العمومية. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. الآن دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر. في الخبر الآخر الجزائر غاضبة وتنسحب من اتحاد العرب، حيث وثقت كاميرات وسائل الإعلام الأربعاء لحظة انسحاب وفد اتحاد المحامين الجزائريين من مؤتمر ينظمه اتحاد المحامين العرب في بيروت بعد دفاع الرئيس الجديد للمنظمة المصري عبد الحليم علام خلال كلمة ألقاها على حضور عما وصفه بمغربية الصحراء. ونشر الاتحاد الجزائري بيانا في الغرض وقع تداوله بشكل كبير على السوشيال ميديا، قال فيه أن كلمة الرئيس الجديد لاتحاد المحامين العرب تضمنت انحرافا عن كل المبادئ وبخوضه في مسائل لا هي مدرجة في جدول أشغال المؤتمر ولا هي من صميم أهداف اتحاد المحامين العرب، حيث خاض في مسألة الصحراء الغربية المحتلة المدرجة أصلا أمام هيئة الأمم المتحدة على أنها قضية تصفية استعمار، واصفا إياها بالصحراء المغربية. وهو بحسب البيان ما أثار حفيظة السيد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين والوفد المرافق له الذين احتجوا على هذا التصريح الخطير مسجلين انسحابهم الفوري من أشغال المؤتمر،
معتبرين ذلك سابقة خطيرة في تاريخ اتحاد المحامين العرب، وأن هذا الأمر سيعرض مجلس الاتحاد الوطني للمحامين في اجتماعه القادم. يذكر أن عبد الحليم علام الذي ساهمت تصريحاته في خروج الوفد الجزائري هو رئيس الاتحاد المحامين العرب، وهو أيضا نقيب المحامين في مصر. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. أخيرا في الأخبار، عودة الحديث عن أزمة الجزائر وفرنسا وقد يتفاقم الوضع، حيث تدور الجزائر في قلب جدل فرنسي محتدم منذ زيارة الرجل الأول في قصر الإليزي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في نهاية شهر أوت المنصرم، والسبب مقال يتمحور حول تصريح للرئيس الفرنسي خلال تلك الزيارة، حيث قال فيه أن فرنسا والجزائر عاشا قصة حب لها نصيبها من التراجيديا. هذه العبارة لم تمر دون أن تخلف ارتدادات لدى المثقفين والمؤرخين الفرنسيين المناهضين للاستعمار، وعلى رأسهم العالم السياسي بول ماكسون موران، والذي كتب عمودا عبر أعمدة صحيفة لوموند الفرنسية في 2 سبتمبر الجاري، قال فيه أن اختزال الاستعمار الفرنسي للجزائر في قصة حب يعبر عن الأبعاد اليمينية للرئيس ماكرون بشأن مسألة الذاكرة. وبعد صدور هذا المقال، سرعت الرئاسة الفرنسية إلى مطالبة صحيفة لوموند التي توصف بأنها زهرة الإعلام المكتوب في بلد فولتير. بحسب المقال، قد تم سحبه من موقع الصحيفة على الإنترنت، كما تم تقديم اعتذار لقراء الصحيفة وكذا الرئيس الفرنسي في سابقة اعتبرت مساسا خطيرا بحرية التعبير ومحاولة لتبييض وجه الاستعمار الفرنسي القبيح في الجزائر. القضية تحولت إلى كرة ثلج تكبر من يوم لآخر بعد نحو 20 يوما من نشر مقال بول ماكسون موران، فقد عمدت مجموعة من الأكاديميين والمؤرخين الكبار إلى إصدار بيان مشفوع بتوقيعاتهم يدافع عن عمود لا يرونه مجانبا للصواب، ومن ثم لم يروا مبررا لسحبه من قبل مسؤولي الصحيفة. وقع على العريضة علماء سياسيين كبار ومؤرخين على غرار كل من إيمانويل بلانشارد الأستاذ بجامعة فرونساي سان كونتين ولويك بلونديو الأستاذ بجامعة سوربون ورافائيل برانش الأستاذ بجامعة نانتير بباريس وفانسان ماريني الأستاذ بجامعة نيس وكذا فابريس ريسوتي جيل مانيسون على روسيو. وبول ماكسون موران كتب المقال وهو دكتور في العلوم السياسية ومؤلف كتاب الشاب والحرب في الجزائر، كما يسميها الفرنسيون الحرب التحريرية كما يسميها الجزائريين، وقد قدم عموده تحليلا نقديا لتطورات خطاب ماكرون حول ذاكرة الجزائر. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. إخواني وأخواتي، هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الفيديو. نشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، وسنلتقي مجددا في فيديو آخر مع أخبار أخرى. إلى اللقاء.